بسم الله وليتنا الروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا، النهاردة عيد رئيس الملك الجليل ملك ميخائيل. إحنا بنعيد بالدير الأسري، ودي الصورة الأسرية بتاعت إيه ملك ميخائيل. عايز أقول لكم ملحوظة، عشان إحنا يعني المفروض دي أمانة، اللي فوجئنا إن عدد الناس زاد في الطلبات، فإحنا خدنا حل من حد من الآباء القديسين، الآباء القديسين العظماء، الأسماء بتتحط كلها على التليفون، وبتاخد التليفون تحط على المذبح. ده واحد. لكن في ثلاث حاجات تأجل الأمان. موضوع النسل ده بتتعمل ورقة. موضوع اللي بعد عنكم من عندهم كانسر وأمراض مزمنة بتعمل لهم ورقة. موضوع المشاكل الزوجية بتعمل لهم ورقة. لكن التعليقات واللي تصلي لي اذكرني في صلواتك والحاجات دي كلها دي بتبقى على التليفون. بتبقى على التليفون. لإني أنا ما أقدرش أكذب عليكم، أنا عندي فيديو عن 14,000 تعليق، فعشان أعمل 14,000 تعليق ده موضوع كبير، فإحنا اختصرنا في حاجة واحدة بس، الأسماء كلها بتبقى على التليفون، لكن نعيد تاني، الناس الأمراض المستعصية زي 57 والكانسر والحاجات بعد عنكم، وموضوع المشاكل الزوجية، عشان خاطر ما تقلش على الجروب في البرنامج. وتعيش يصلوا، واي استفسار او اي حاجه اتفضل يكتب على الخاص، وانا تحت امر الجميع. وزي ما اتفقنا التعليقات بتتاخد وبتتحط على التعليق، نتقابل معاك.